الايام المقبله غادي تشوفوا اغلاق الكثير من المحلات. غادي نقول لكم علاش الاسباب. السبب الاول وهو ارتفاع اسعار اليورو في السوق السوداء. كما على بالكم حنا كلشي نستوردوه. لا بغا تقول لي كاين ديزاتولي هنا يخدموا بصح البريمي ماتيريال نجيبوها من الخارج. اليوم اصبح اقتصاد الجزائر هو الاقتصاد الثالث في العالم. الاورو راه 25 تسمى سو اورو تجيب لك جملين و500 ورا غير يزيد يطلع غادي يولي 26 27 اورو جامي يطيح يقعد غير يطلع خوتي. بصح سو اورو هادي ما راهاش تقضي كيما كتقضي بكري. سو اورو تجيب لك جملين و500 في البلاد والان اورو تجيب لك 20000 هايله. بصح هادي الان اورو هنا في اوروبا تجيب لك اون باغيتي بانو وهادي 20000 في البلاد. هنا عندك 5000 هادي ديجا تجيب لك 5 خبز وهنا عندك واحده حليب وتجيب لك قرعه ليمونات جوج حبات بيض وقابصه فرماج. والانورو هذه في اوروبا تجيب لك غير تيبانات خبز. شتو الديفيرونس خوتي وراها بيناتهم؟ والسو اورو تجيب لك جملين و500 زوج جملين و500 خوتي ما راهاش تقضي كيما كتقضي بكري. الاورو سيفي راه غير يطلع غادي يزيد يطلع بالك غادي يولي 30 بصح الصوالح ثاني راهم يزيدوا يغليو. سمعتوني خوتي كيما هاد سو اورو هنا في اوروبا ثاني ما تقضي لك والو. عندك هنا قادر تشري بها 10 اورو تاع لحم وتشري بها بطاطا طوماطيس خبز ليمونات كملت. بصح في البلاد هنا غادي تشري لك قادر تشري كيلو بطاطا وكيلو طوماطيس وخمسه خبز. شو ديفيرونس وراها خوتي؟ ناري على مقارنة. السلام عليكم الاخوان تحياتي لكم جميعا مرحبا بكم. المهم في هذا الفيديو غادي نشوفوا ردات الفعل ديال الجزائريين على ارتفاع الدولار في الجزائر. ما كاينش الدولار ما كاينش في الجزائر. الناس باغيين يشريو باي سميتو ما كاينش. المهم غنشوفوا لي فيديو هذا الشيء كامل غادي نشوفوه في الفيديو. كما العاده عبد المجيد قالها اقوى اقتصاد في العالم ثالث عالميا. اصبح اقتصاد الجزائر هو الاقتصاد الثالث في العالم. وما جاش هكا الاقتصاد الثالث في افريقيا. روازيان ايكونومي دافريك. ايوا راه هادشي اللي كاين. علاش سموه كذبون؟ لانه ديما تيكذب عليهم. كذوب على كذوب. ما عليناش. بدا الولاية ديالو الثانية أول حاجة شنو دار؟ باش يبين للجزائريين الفيزا على المغاربة. ثاني حاجة ارتفاع ديال الدولار العملة الجزائرية تتنهار تطيح. ماليناش مثلا هاد السيد اللي شفنا في الأول شتي المقارنة كيفاش دار ليها؟ تقارن الدينار مع الدولار. لا راه ماشي هذيك هي المقارنة. وتاخذ ليا الدينار الجزائري مثلا بحال هذيك 250 دينار اللي حاطها تم يشوف ليه شنو غادي تشري ليه في اوروبا. اشنو الا مشيتي لاوروبا 250 دينار اشنو غادي تشري ليك تما؟ كيما درتي المقارنه بلي انه الدولار الا جبتيه للجزائري تشري به بزاف ديال الحوايج وشوف انت الدينار واشنو غيشري ليك في اوروبا. هذه هي المقارنه الا بغيتي تقارن. ماشي انت تقول لي لا هذه تشري لي حليب تشري لي هذه تشري لي في بلادك. ولكن هذه العمله ديال بلادك ديناها لشي زيمبابوي اشنو غادي تشري لك تما؟ خلي اوروبا وخلي اسيا وخلي جي شوف ها افريقيا افريقيا ف زيمبابوي الكابون كوت ديفوار وشوف اشنو غادي تشري لك تما. هذه هي المقارنه ماشي انت تقارن الدولار اشنو غيشري في الجزائر ولا 250 دينار تشري ليا في الجزائر في الجزائر داك الشيء متفقين معاك ولكن شوف انت ما عليناش. المهم هاد السيمانه كلشي تيهضر على العمله ديال الجزائر والدولار في الجزائر. الناس في الجزائر ما بقاتش عندهم الثقه في العمله ديال بلادو. الثقه ما كايناش في العمله ديال الجزائر. الجزائري دابا تيشري الذهب ولا الدولار. غنشوفوا لي فيديو غير صبروا معنا الاخوان. الثقه ما كايناش. مثلا بحال انت مغربي تجمع فلوس الدرهم تتخبيهم عادي تخبيهم في البنكة عادي هو لا ما يخبيهمش خصو يمشي يشري الذهب ولا الدولار لانه ما دوك الفلوس ما دايرش فيهم الثقه. غدا يولوا ما بقاو ساوين والو بحال كيما وقع في فنزويلا في لبنان. المهم غنشوف واحد الجزائري حتى هو في واحد الدوله وقولوا لنا ديك الدوله شنو هي حتى هو حتى ديك الدوله اللي فيه هو نفس الشيء حتى هو معايا. اذا مثلا تبغي تشري غير تعبئه ديال 10 دراهم خاصك دي خنشه ديال الفلوس. هذه هي الانهيار ديال العمله.
راه هادشي علاش خايفين منو الجزائريين تيشريو الذهب وتيشريو الدولار، حيتاش العملة غاديو كطيح غاديو، فهمتيني؟ إذا الثقة في العملة ديال بلادو ما كايناش. وثاني حاجة الاقتصاد راكم عارفين كما قال لهم كذبون، أقوى اقتصاد في العالم ما كاينش، وزيد عليها منين غيجيهم الدولار مثلا؟ في حال الدولار حاليا في الجزائر تبغي تبدل ولا بغيتي تشري ما كاينش، ما كاينش الدولار، كلشي الناس تتشري لأنه ما كاينش. منين غيجيهم الدولار؟ منين هما هذوك الرؤوس الكبار وما عارفين شنو تيديروا؟ هما راه تيجمعوا الدولار تيمشيو يدوه اللي يبنيو فيه يستثمروا فيه ولا سميتو، ولكن كنهضروا على المواطن الجزائري. معليش مثلا في حال هنا شوف هذا الجزائري، اسمع شنو قال لك، اسمع، مشى شرى 200 دولار، 200 دولار اللي هي 2000 درهم مغربية. شوف السلام عليكم خوتي، في بلاد العجائب هذه رحت نشوي 200 اورو، عندي شوي سرباك لا نخبيه الوالدية رايحين للعمره خوتي. ايماجيني خوتي كي لحقت للسكوار ما لقيتش انسان ما فهمش لي عليه، لقيت واحد الانسان قال له بيع لي 200 اورو. باقي ما خوتي قال لي، قال لي واش راح دير بها؟ قال لي لا راك رحت، قلت له انا عندي فواياج عمره. باقي خوتي قال لي ما نبيع لكش، قال لي انا نبيع فيه غير لجماعه المرضى اللي رايحين يداويو في الخارج. قال لي جماعه الفواياج ما نبيعو لهمش حراق، قال لي ما نبيع لكش. والله يا خوتي غير حبس لي راسي، نقول المشكل اللي نهضر ما حبش يبيع، انا قلت نحوس على الانسان اللي نعرفه هذاك، استنيته شويه هكذا جا وقال لي ما ياخذش نبيع لك بزاف، قال لي نبيع لك غير شويه باك، قال لي هذه غير اللي كنتها، قال لي انسان واحد اخر قال لي والله ما نبيع له. والله غير كارثه يا خوتي هذه الدرجه هذه وين صفات بينا، والله غير كارثه، ربي يجيب الخير باك. سمعتوا بحال هذا السيد قال لك اسيدي بلي انه باغي يبدل الفلوس ولا باغي يشري الدولار باش يدي الوالده ديالو العمره. ملي مشى عندهم قال لهم بغيت نشري الدولار، حيت هما ما عندهمش المكاتب ديال الصرف، ما عندهمش فين تتصرف الدولار. مثلا بحال المغرب فين ما مشيتي هنا في المدينه تتلقى فين تصرف، تصرف الدولار، تصرف الاورو، تصرف اللي بغيتي تصرفه، ما كاين حتى مشكل. هما اللي عندهم هما سوق السوداء، هذا هو المشكل اللي عندهم، داك الشيء عشوائي، سوق السوداء، داك الشيء بالتخبيه، داك الشيء ما سميتو. ما علينا زيد هذا، شوف هنا هنا هادي، اسمع هي هادي معادلة صعبة، روح انت وترجمها حبيبي. 13,500,000 بلا كتر شتو زيد كذا التاوى زيد، راه هادشي اللي خايفين منه الجزائريين. والله الشيء الصعب لهنا انك تفهم النقود. شوف هادي هادي كلها 13 دولار، والله كما يقولوا في الجزائر غابتني عمري ما تحسر انه هذا المبلغ كله باش نشري كارت سيم، هذا المبلغ كله تعطيه باش يشري سيم كارت. هاودي 13 دولار كله هاد، والله ما بدي يروحوا طاشيه معمره بالنقود، ها 80 جيجا 16 دولار هو ده تقريبا. راه بحالك، هذه هي الطريق اللي شاده دابا الجزائر، حالك دابا تولي كما سمعت السيد كان باغي يشري غير سميتو، شنو كان باغي يشري؟ المهم ما علينا، شو شحال ديال الفلوس جايب. راه هذه هي ملي تتنهار العمله ديال الدوله، فهمتي؟ راه هذا الشيء اللي تيوقع ليها. شوف هنا سمع السيد تاو، الايام المقبله غادي تشوفوا اغلاق الكثير من المحلات، غادي نقول لكم علاش الاسباب. السبب الاول وهو ارتفاع اسعار اليورو في السوق السوداء، كما على بالكم حنا كلشي نستوردوه، لا بغا تقول لي كاين ديزاتولي هنا يخدموا بصح البريمي ماتيريال نجيبوها من الخارج، الكتان الجلد هاد الصوالح انت تخدم صباط هنايا بصح تجيب بلا سيمه تجيبها من الترك، تجيب الجلد تجيبها ملاشين، تسمى الاسعار غادي يزيدوا اوتوماتيكمون. طبيعه الحال كيزيدوا الاسعار تاع الشحن ويزيدوا الاسعار تاع الاستيراد وكاع وتحويل العمله الى الخارج باش يشري التاجر السلعه نتاعه، اوتوماتيكمون لي بري غادي يزيدوا. حنا ديجا رانا حاصلين غير في الاسعار تاع دروك رانا حاصلين فيهم بلا ما يزيدوا الاسعار، وكان يزيدوا الاسعار كارثه، تسمى التاجر غادي ما يوليش يبيع. وبزاف اللي يقول لك اودي لا السوق الاورو في البنك هو الريال، لا حبيبي راك غلط، لو كان كاين مكاتب الصرف وكاين العرض وطلب وتشوف البري الحقيقي، تسمى ما كان ني عرض ني طالب على بها السعر مازال مستقر في البونو. واحد سعيد لي كيما توقعنا البارح خوتي، اليوم كيف كيف الاورو 26 وما كاش كاش كاع اللي يبيع، بالعكس كاع الناس تحوس تشري، غير جوز من تما السقسي يقول لك الا تبع لي هاد الاخطبوط هذايا اللي هو حاكم محتكر السوق، هو اللي شرا كاع الكميه اللي كاينه اصلا، هادو كاع خدامين
محتكرها يعني شيكور ما كاش ليه ترماه عنده اوبجيكتيف في اذا الاخوان كما شفتوا هنايا اذا راه كذبون راه كيكذب عليهم وغادي كل مره يجيب لهم الرقم كله على الارقام هو تيهضر في الخطاب ديالو بالارقام حتى حاجه ما كاينه تعرف غير يقول لهم الارقام وتيتيقوا ويجيو يسبوا فين يسبوها في المغرب المهم الاخوان الا خلينا في شي بلاصه كتبوا لينا في التعليق راكم عارفين راه ماشي اي حاجه تنفهموا فيها باش نتفاهموا ماشي اي شي حاجه تندوزوها راه حنا فاهمين فيها حنا تنحاولوا نقربوكم حتى حنايا ونحاولوا نعلقوا على لي فيديو داكشي اللي تنشوفوا ما تنجيبوش شي حاجه من ريوسنا تهلاو.